ويلكم باك فيديو جديد. صوالب عليكم الوغ انا اليوم جاي نصور لكم واحد الفيديو. المهم راني مريضه كنهضر وكنتخنق. قلت لكم اليوم غنصور لكم واحد لا فيديو اللي 95% من الناس اللي عندي في هاد لاشين متبعيني على قبيتش غنمشي للبار على سلامتي وعلى سلامتكم. المهم الناس اللي كيتفرجوا فيا انا البار راني ما كنمشيش ليه بزاف، كنمشي ليه 3 خطرات 4 خطرات في العام او ماكس. احنا خرجنا كاين واحد الصهد ودابا 12 وحنا غادي للبال فتش الصهد. المهم اللبسه ضروري كاسكيطه راح كيكون الصهد، توت باغا باش تحطوا فيها داكشي اللي خاصكم، واكثر لبسه تكونوا كونفورتابل فيها واكثر سبرديله تكونوا كونفورتابل فيها لبسوها. يلا سالي تخديت شي حويجات ديري شوف امي انا راني مريضه وما مفكاش غدا البال داكشي شويه صافي ما نحرقش فيكم تشوفوا الهول. ايوا خوتي سالينا ما خديت والو الصراحه، مشينا حتى للبرنوصي ولا ما كاين والو. دونك دابا جينا ناكلو حيت جاني الجوع فواحد البلاصه زوينه كاين صايبه الكون دوغ زعما تخبيق بالثمن المناسب. انا غنوريكم احنا وصلنا. المهم انا نعت لكم فين المهم هاد الشارع زرقطوني. احنا جينا من اللور مونديا بوليس، هاد مدرسه مونديا بوليس مستر تشي. المهم هاي الموني ايوا ها شفتينا دابا زندوق هاي ما نقدرش نحل فمي بزاف. بعدا لا فخيت واعر بدات فرحتي فندق الفندق إلياس ما غيفهم والو. المهم هذا غادي إلياس هلفت عليه غا غندق و غنرد ما كنقدرش نحل فمي بزاف. صوت ولا نطلع صافي بارك وكاع ما فهمتش من الجرى. لا محروقة في لساني محروقة في الهاية فمك يضرني هذا سميتو سميت بوتايتو بوتايتو تا تعرفوش هذا وليد ديال المينيونز هاي انا عارفه في الاول الفيديو كان بان لكم شعري صفر دابا شعري زرق عارفه عندي تخليطه. دابا انا كنسمعوا لي ندير فيديو في البال ديال البرنوصي ياكو محل ديال البرنوصي ما شريتش شي حاجه غنوريكم في الهول. خديت 5 ديال الحوايج اذا بي اتفاجئ في الخدمه. جبنا نهضر على البال قالوا لي بال ديال بوسكوره ما حتاو الويكاند الجاي انا في بوسكوره حيت البال ديال بوسكوره كيكون غير من الحد للحد. سو اليوم الحد غنمشي وغنكمل لكم نصور لكم غنجي وندير لكم الهول ديالهم بجوج. وصلنا. مهم هذا البال ديال بوسكوره كيكون من الحد للحد ما نعت لكم على الطريق اللي جيت منه. المهم رون بوينت المستقبل اللي كاين في سيدي معروف تبقاو غادي نطول حتى غتلقاو راسكم دخلتو في واحد الطريق ناسيونال بقاو غادي غير طول وصافي حتى غتلقاو الزحام والسوق. انا غنوريكم سينا نسولو. المهم انا اي بال راه كنكون ما عارفاش تنبقى نسول الناس وتا يوصلوني. هادشي روينه مو بغايش نصور لكم داكشي من البداية روينه كاينه في هاد البال. عرفتي كيبان ليا بنادم هز سبرديلات هز جاكيطات كنفرح صافي فيه ما يدار. هاو
نبداو بالحوايج اللي خديت من البرنوص. اول وحده هي هذه، شوفوا شحال واعره. المهم راها كبير لا مارك اش هي ملالا هاليا. دابا معاش نلبسوها معاش نستيليوها وهي كبير. لبسها معاها هاد التريكو، ها هو خديتو من تيرانوفا شحال هادي، وما عرفتش من لبسناها في رجلي كنت غنلبس هادو. هادو كنت خديتو من شيئين داك العام. انا غنخليو نفس الطايات نحيدو علينا التقذاب عاد ندوزو لداك الشيء. كاينه هادي جعل كيوت زارا، هادي باش ما عرفتش ما عقلتش الصراحه واش لا ماشي شورت. المهم كتلبس بحال هكا، انا نقيسها الوغ لبستها ها هي. صراحه شويه كبيره الوغ. بغيت نوريكم حتى واحد التريكو اللي ما عرفتش فين كان عقلي فاش خديتو. ما زوين ما لو ستيل ديالي، هو يقدر يجيكم زوين ولكن ماشي لو ستيل ديالي. ما عقلتش عقلي فين كان فاش خديتو، قلت واو واعر. وكلشي قال لي اللي كانوا معايا كيقول لي راه ما زوين شنو لا زوين. في اصلا هاد العقيقات شويه معربنين. المهم ها هو، انا وعطوني رايكم واخا انا راه ما عجبنيش. الوغ ها هو الصراحه ما عجبنيش، ما عرفتش علاش خديته. المهم حاولت ما امكن نحببني في هاد التريك. هادو تا هما على قبلو تا هما، وخديت هادو كود كوغ. انا عمرني جربت ناخد قشر طوال، ها هما طوال وخديتهم على قبل الصباط. المهم خديت هاد التقاشر بشي 5 دراهم، ما عقلتش واش 5 دراهم ولا 8 دراهم. المهم ها هو الديتيلز ديال التريكو والصباط، ها هو على قرب. المهم راه خديته اشيام جا كيوت. المهم انا اي حاجه اي حاجه حزيتها على قلبي كنهزها كنبوسها. المهم راه ما عمرني لابساه. ها الوغ ثالث او رابع ايتم اللي خديت هو ديس وان. هذا شفتو قلت خافي ناخذو حيت واعر، وهاد انا سميت هاد جاكار. هاد جاكار قلال في السوق وغاليين، وفاش كنلقاهم في البال خافني ناخذو. المهم ها هو ترو ستيلي واعر، انا اصلا تيعجبوني لي كارديغان ترو ستيلي. خديت معايا السروال. خامس حاجه هو هاد التريكو ديال الصوف. صراحه ما تيعجبونيش التريكوات ديال الصوف بزاف، ولكن هذا خديته باش نصايب ليه الصايه ديال الساتان. عرفتي كيجيو معواه الصايه ديال الساتان والصباط، ملي غادي الاوتفيت واعر. كاع شي قلت لكم ب 20 درهم من عند محل واحد في البرنوسي. الوغ هاد الجيلي خديته كان باهي هادشي شويه، كان اصلا الداخل ديالو غوز. علاش نحلو؟ كان الداخل ديالو غوز، وانايا صبغتو حيت كان داك الماغون ديالو باهت، صبغتو بالماغون مغلوق. ونسيت ما صورتو باش بعدا واحد الديتاي باش تبان زعما بيفور وافتر. الوغ دابا غندوزو للفيمس جاكيت. هادي اللي مكينش اللي لا في الواقع لا في انستغرام، لا بلوبار ديال الناس تسولوني عليها مين 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 مين، وانا ضربت الطم باش يعرفوا منين في لا فيديو. بلاتي لبسوها ها هي. وانا كنت متسطة ومشري بحال هاد الجاكيت رويسين جاكيت، يا ديال الكوير يا ديال معرفتش تشوفهم يا هكا. الصراحة وهاد الجاكيطة واعرة. المهم هادي من البال ديال بوسكورة ب80 درهم، ثمنا وذوقا وكل شيء فيها رائع. المهم هاهي واعرة الصراحة ديال البرد، ستيل وسخونة وكلشي فيها واحد القب. المهم هاهي. المهم الناس اللي ما غتعجبهمش هاد الجاكيطة، أنا كنحترم كاع الآراء، ولكن على هاد الجاكيطة خلي رأيك عندك، خلي رأيك عندك، خلي رأيك عندك.
الفيديوهات اللي قبل تقول لي لا هاد القوامين خايبين هاد البليزرز خايبين، كنحترم على راسي وعيني، ولكن هاد الجاكيطة خويا او اختي تحفظ برايك انت نفسك، لان هاد الجاكيطة واعر صافي جمعنا قوينا. واخر حاجه بقات وليا غير حاجه صغيره، ولكن انا ما عرفتش علاش تنموت على الاشهار، كنمشي للبال كنلقى شي ماركه صافي خصني ناخذها. اختي الطاقيه فيها ميلكا زعما انا الشوكولاته، فهمتي؟ كي الصراحه كيوت راه زوينه. وانت اختي زوينه هكا بحال سنفور والله كيوت. قيس لكم اخر حاجه وخا هي ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء، هذه خديتها داك العام من درب ميلا وكانت واعر، كانت واعر وخديتها بثمن اوعر صودات سواي، قلت غندخلها في هذا الهول بما انني انا ديك الوقيته ما كنت باقا ما كندير يوتيوب. قلت صراحه وداك الشيء اللي خديت في داك البال زوين، قلت احسن حاجه كنت خديت هي الجاكيطه. ها هي اخوتي النايك، وصافي وضعت هذا الشيء اللي كاين في لا فيديو وما طقيتها في الصهد، هذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو. ثانك يو سو ماتش فور واتشين، وكنوعدكم ان غتكون بارت 2. هاد الخطره غنمشي لجوج حيت ما خديتش اصطي ديال الحوايج ديال البرد، دونك غتكون بارت 2 ان شاء الله قريبا. غنمشي للبال وغناخذ نكمل لكم نصور لكم ونكمل لكم. ثانك يو سو ماتش فور واتشين، وسمحوا لي بزاف حيت تعطلت عليكم ما لحقت حتى شي فيديو، وصافي تنبغيكم كاملين تشوفوكم كاملين وما غنبقاش نغبر. و اي لاف يو و ثانك يو فور واتشين.